وبشأن بيان هيئة علماء المسلمين حول عصابات الجريمة المنظمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني اتهمتم في بيان لكم الحكومة بتوفير الغطاء السياسي والأمني لجرائم الميليشيات، إلى ما استندتم في هذه التهمة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. الحقيقة التي بات يعرفها جميع العراقيين وهو أن الخوف الشائع الذي ينتشر بربوع العراقي من جنوبه إلى شماله، المسؤول عن هذا الخوف هي هذه العصابات المنظمة التي تقوم بها بشكل مباشر، هذه الميليشيات التي تحظى بدعم مباشر وصريح ومعلن من قبل الجهاز السياسي أي الحكومة الحالية، وهذا أمر ليس بخاف ولا يحتاج إلى دليل، فالكل يعلم اليوم أن هذه الميليشيات هي التي تتحكم بالشارع العراقي وحتى القرارات السياسية، وأكثر من مرة صرح أكثر من مسؤول على مستوى كبير جدا بل على لسان رئيس الحكومة الحالية العبادي أن هذه الميليشيات هي المتحكمة وهي الأقوى من بقية الأجهزة، ولذلك يرى المواطن أن هذه أفعال هذه الميليشيات هي التي تعبث اليوم بأمنه وبأمانه. الحشد الشعبي دكتور كما تعرفون أسس من قبل فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي، وكان الهدف من إنشاء الحشد الشعبي هو حماية المجتمع، لكن كيف يقول بيان الهيئة إنها تشيع الرعب في صفوف المجتمع؟ يعني هذا ما تقوم به هذه الميليشيات، الميليشيات التي كما ذكرتم هي كان لها أما يدعى ويقال كان لها مهمة وهي تحرير كما يوصف تحرير المدن من الإرهاب كما وصف أيضا. أما اليوم فإن هذه الميليشيات فهي تقوم بأولا تنظيم سيطرات وهمية والسيطرة على كثير من مجريات الحياة سواء كانت في قرى وفي مدن بل حتى في قضية التجارة والحدود والمنافذ الحدودية، لذلك المواطن العراقي اليوم يرى بأم عينه أن هذه الميليشيات تمارس جهارا عيانا هذه الجرائم ترتكبها وتتستر بالاستكثار الذي منحته الدولة من أسلحة ومن سيارات وهويات وغير ذلك. دكتور، لكن العبادي يعني تعهد في أكثر من مناسبة يكرر بسحب السلاح من الميليشيات ويطالب بتحجيم دورها، هل يستطيع العبادي فعل ذلك دكتور عبد الحميد؟ لقد يأس الشارع العراقي من هذه الوعود التي لم يتوقف عنها لا العبادي ولا من قبله، لا الفساد استطاعوا إيقافه بل تزايد، ولا حصر السلاح بيد الدولة استطاعوا تنفيذه بل انفلت السلاح، واليوم الميليشيات كما قلنا قبل قليل هي المسيطرة على الساحة، فهذه الوعود هي مجرد فقط للاستهلاك الإعلامي، لم يتحقق للشعب العراقي أي وعد أو أي إنجاز من هذه الوعود، لا هذه ولا غيرها، ولا يستطيع ولا يمكن له حتى تنفيذ عشر معشار هذه الوعود. طيب دكتور بعجالة لو سمحتم، هيئة علماء المسلمين في بيان لها طالبت بالتصدي لعصابات الجريمة المنظمة، باعتقادكم من هو المؤهل للقيام بهذه المهمة في الوقت الراهن؟ اليوم هنالك تخادم بين النظام السياسي الموجود وبين هذه العصابات المنظمة، لأن كلاهما يمنح الآخر جزءا من الخدمات، فهذه الميليشيات وهذه العصابات هي تحمي هذا النظام السياسي، والنظام السياسي أيضا يعطيها نوعا من الغطاء والقانونية. المطلوب هنا المقصود هو الشعب العراقي الذي بيده القرار أولا وأخيرا، ثانيا المجتمع الدولي الذي يحمي هذه العملية السياسية بكل أجزائها مما فيها هذه العصابات المنظمة التي نرى أنه للأسف المجتمع الدولي بات يتعامل مع الكثير من قادة هذه الميليشيات على أنهم ساسة، وربما سنراهم في القريب العاجل في الأيام القادمة في الحكومة القادمة في قبة البرلمان كما يوصف. من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.